صحيت صليت الفجر، جلست على سجادتي شوي وقريت أذكاري. Hello guys. Hello. Hi. رجعت لكم من جديد. I'm back again. Yes, I'm back again. صوتي توقع باين لكم صوتي إني أنا توني صاحية. اليوم راح أصور لكم روتيني بأيام الدوام، يعني مو بالويكند، الروتين حق الدوام. صليت خلصت والحين عبيت المطارة حقتي، لازم أشرب موية ما يتعطش. الساعة 4:30، لازم ألحق أخلص بدري. يعني كاتني إني أقوم من 3 عشان عندي كم شغلة بسويها قبل الدوام، بس والله النوم سلطان. ما علينا، راح يلا مع بعض راح أركض أخلصها معكم. يلا راح أخذ لي شاور سريع كذا، أبو 10 دقايق عشان أتنظف، أحس إني جد كذا نظيفة. سريع. طبعا جاء وقت اللبس. هذا مريولي هنا بالعادة دائما علقة هنا. عندي قميصان الصراحة محتارة فيهم، في هذا اللي أنا اشتريته من المول، وفيه القميص حق المدرسة العادي. صراحة مرة محتارة. اوكي راح اختار وارجع لكم. وقع الاختيار على هذه حقت المدرسة الأساسية، يعني حسيتها تناسب اكثر لوكي اللي انا مسويته بشعري والميك اب. الحين احلى فقرة الميك اب، اقعد اتزين كذا تقريبا فوق نص ساعة، ميك اب وشعر تقريبا نص ساعة. ترى هذا السالفة مسألة شغف، اوكي لحد يناقشني. وفي هذه الاثناء اكون اسمع بودكاست قصة، بس ايش القصة؟ قصة جريمة. ترى ماني سايكو، ماني مختلة، بس اخي والله حلو، اشياء تشوق كذا، حط مكياج واسمع اشياء تشوق، يعني ترى موضوع جدا نورمال. روف اتيحت له فرصة اللقاء بالعديد من قادة الثورة. سو راح اوريكم ايش احط مكياج سريع. اول شيء احط وقي شمس اهم من كل شيء. ثاني شيء كونسيلر من فيتمي، حطت تحت عيني وعلى دقني على خشمي على بداية جبهتي فقط. وبعدين الحواجب. طبعا عدة الحواجب شوية كثيرة، بس كل ده عشان تطلع حواجبي بيرفكت بأحلى شكل. احط عليها الجل، هذه يجنن مره يثبتها. وهذا بدايه الحاجب، ارسم شويه بس على حاجبي كذا عشان يعطيني كم شعره. وهذول نهايه الحاجب عشان اسوي لي الحاجب ذاك الطاير. امزح احط الحاجب الطاير. ما حبيت الموضه حقتكم هذه، تحطونه كذا كانه مسطره، ايش هذا؟ مو حلو. حقي حاجبي شوية مرفوع، بس شوية، مو مسطرة، لا ما هو مسطرة، بتاتا البتة. طبعا جايز خلصت حواجبي كذا، باقي احط الاي شادو والايلاينر وكم شغلة يعني، بس الوقت مرة راح، الحين الساعة 5:30 فبطفي الفيديو عشان اخلص بسرعة. هذه شنطتي راح اوريكم ايش احط داخلها كل صباح. طبعا اخذ معي قياس السكر، مفتاح البيت، وطبعا الميك اب حقي هذا الهايلايتر من اوفرا، وهذا البودر، يعني تعرفون لزوم تجديد الكشخة. هذا روجي اليوم حطيت محدد وتنت وفوقهم لبلو يعطي شوية لمعة. واخر شيء الحواجبي والايلاينر، طبعا بس اخذهم كذا، يعني توقعني دائما بس اخذهم كذا ولا استخدمهم، بس يلا لو خرب مكياجي. هنا المويه حقتي ما خلصتها لسه، وعطر عشان يعني ما اتعطر، الحين تعطر بالمدرسه عشان احنا ثالث ثانوي، يعني عندنا حصص كثيره فراغ، فاحب استفيد من وقتي، ما احب ابدا اقعد بدون، يعني اقعد بس اسولف، ما احب. فهذا كتابي اللي حاليا اقرا معي هالفتره، اخذ معي عشان أذاكر تحصيلي، يعني ملخصات وتجميعات وهذه، ودفتر اللي أكتب فيه مهامي. أتوقع صرت خلاص تعرفونه، لأنه ما كتبت مهامي لسه فأكتبها بالمدرسة.
That's it. سويت فطوري توست ودهنت عليها مربى، وسويت في المك حقي شاهي، وبس هذا فطوري المدرسة. تديني بقالة واشتري لي ايس كريم يبرد علي. يمين مفضل هذا الامل لي حلو مرة. وقت البيجامة احس يا ربي ميت اتعب. بس قبل كل شيء اطلع الاكسسوارات تصورات، وحاليا لازم ارتب. شوفوا هنا الحوسة، شوفين الحوسة، اصبروا اوريكم. شوف 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 وي انا هذه كلها حوسة الصباح، كل هذا عشان مستعجلة. اركض 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 عشان بس اهلي لا يمشون يخلوني. كالعادة انا يعني متأخرة، واجي ارجع ارتب بعد المدرسة يعني، واشغل لي اغاني كذا سبوتيفاي تغير لي مودي شويتين كذا. هذه خواتمي ارتبها دائم هنا في طبق ثاني برضه، بس ما لبست اليوم. والحين راح امسح الميك اب حقي خلاص، وراح افك شعري اخيرا من التسريحة. صامعت صمعة وجهي ما عاد فيه ملامح، خلاص عيوني خلاص. الخطة اشبه بالحديد عشان عينها مسحوبة، قسم بالله احس اليوم بقدر احرك راسي. بس الحين احلى فقره خلاص كذا، افك راسي افك شعري وف خلاص احلى نومه. لما اخلص من مسح مكياجي راح اوريكم الصوره اللي انا مقلدتها، مو مقلدتها، انا مستلهم الفكره منها، الميك اب والشعر. اصلا هذا غالبا يعني ستايلي بالمدرسه. خلاص وقت الراحه، سناك ما بعد المدرسه اهم شيء، يعني هذه مكافاتي في اليوم الصراحه. هذا ستايل اللي انا اليوم استلهمته، تسريحة زي كذا، احط شعري كله جل، مو كله جل يعني شوي خفيف، وكون شادته زي كذا. الايلاينر يكون مرة خفيف، في شوية اي شادو اسود كذا، الليبستيك يعني شوية جلوي كذا، يعني غالبا بالمدرسة. مرة أحبهم، نازل حلقة من يوم السبت. لا بس توني أحبهم. لا عادي أنا من زمان سويت. اليوم ثلاثاء مع آيس كريمي المفضل. طبعا جايز قبل قيل بصلي لي الضحى، باقي شوية بس عصالة الظهر يمكن في نص ساعة كذا، فبصلي وأدعي ربي. لا تنسون الضحى جايز، صلوها دايم إذا أنتم صاحين في المدرسة، صاحين الصباح صلوها لا تفوتونها، وأدعوا ربي وش ما بغيتوا. أول ما صحيت لقيت أهلي مبقين لي غدا، كنت ميتة جوع، غرفت لي عشان باكل سريع سريع، وبعدها حألبس أروح النادي دايركت. So guys عندي كلاس بعد ربع ساعة تحديدا. اخترت هذا اللبس للنادي اليوم، هو هذا الشيرت يعني هذه قصيرة التوب هذا، فألبس مع جاكيت، وهذا الليجنز حقي. راح اركض 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 باقي بس ربع ساعة. بربط شعري الحين، انا واحدة ابدا ما احب افك شعري بالنادي لاني مرة اعرق، فبربطه وراح احط شوية تنت وارسم حواجبي بسرعة دايرك تطلع. طبعا اغراضي اللي اخذها النادي هي علبة موية، واخذ معي حليب او عصير عشان لو نزل سكري عندهم، ومفتاح البيت.
فقط عشان اصلا ما اطول هناك يعني فقط الكلاس وارجع يعني فقط مدة نص ساعة وارجع البيت ما اطول. انا رجعت البيت بسوي لي شاي اخضر. المفروض اني اشرب الشاي الاخضر بعد الاكل بس كنت مرة مستعجلة لانه الكلاس حيبدأ، فما لي اصلا تقريبا ساعة الا ربع ما اكل. افضل وقت اصلا الشاي الاخضر بعد الاكل بساعة. جايز انا بدلت خلصت خلاص صليت المغرب والحين بقرأ سورة البقرة الباقي اللي ما خلصتها اليوم، كان باقي لي النص وبقرأ خلاص. بس نصيحة مني لكم، اللي تبي البركة تبي الرزق تبي كل شيء زين في حياته تقرأ سورة البقرة يوميا. ولو انت مرة 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 مضغوطة عادي قسميها على يومين 24 صفحة، وتقريبا الباقي حوالي 24 صفحة. وصلت قهوتي، رسلت السواق يجيبها عشان اروق عليها. خلاص الساعة الحين 8:30 خلاص، يعني تقريبا كذا ساعتين وانام. وانا واحدة ما اتعشى يعني عشان الدايت حقي، يعني افطر فطور زين وغدا زين بس العشاء غالبا شيء خفيف زي كذا. شوفوا قهوة اليوم انا مدلعة نفسي، جبت قهوة بالعادة نسويها وبقعد اذاكر تحصيلي بس لين انام. يوم ما تغيلوا ما بقى الا بس 11 يوم. ترى الوضع عادي مرة عادي، مو قاعدة ارجف. وليش انام بدري؟ لان بكرة ان شاء الله عندي اختبار فيزياء ما ذكرت له، يعني مذاكرتي فيها شوية يعني. سو اقوم يعني من الفجر من الساعة 3:00 اذاكر طول الفجر وبس اروح المدرسة. هذا افضل طريقة لي بالمذاكرة، اروح المعلومات لسه بمخي توني حفظتها. طبعا عشان الدايت حقي ترى انا غالبا اصوم صيام متقطع اللي هو 12 ساعة 14 ساعة، بس اليوم ما توقع يمديني لانه معروف حقوم الفجر حذاكر، احس ما راح اقدر اذاكر انا جوعانة عشان صايمة. هذه القهوة ايس امريكانو من ماك يجنن، هو ودانكن مرة حلو الايس امريكانو عندهم. انا الحمد لله انتهيت على انه ما خلصت هدف اليوم. المفروض اني اذاكر 300 سؤال ذكرت 100 سؤال، بس ان شاء الله لاني بغيب الخميس بكره يصير عندي وقت اكثر مديني اذاكر فيه. بالعاده اذا انا غايبه او اليوم اللي بعده حغيب يكون خلاص نهايه يومي اتابع مسلسل مكافاه كذا، بس لانه انا اليوم دامه بكره حدام فما في وقت. الساعه حاليا 11، المفروض اني كذا 10 دقائق وانام عشان اقوم الفجر اذاكر. ما ذكرت فيزياء لسه بس ان شاء الله نقول انه سهل، مدركين الامور الحمد لله. واللي ما تابعني على الانستغرام يويلكم 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 مني. تابعوني انستغرام والله حرام، ترى والله نزل كل شوي ستورياتي متفاعله فيها وانستغرام متفاعل فيه، وترى انستغرام متفاعله فيه اكثر من اليوتيوب على فكره. لانه ما ياخذ مني وقت. هذه صفحتي هنا راح احطها لكم صورتها اوكي. شوفوا انزل ستوريات انزل ريلز انزل كل شيء كل شيء. انزلكم يومياتي وغالبا متفاعله مع متابعيني اكثر بالستوري. تابعوني، الرابط راح احط لكم صندوق الوصف، بس ادخلوا عليه راح يوديكم دايركت، او هذا الباركود هنا بس صوروه او ادخلوا عليه. شو
تشوفوا هذا دفتر مهامي، غالبا مو باين لكم بس الحمد لله الحمد لله اليوم انجزت كثير، وغالبا حاطني صح على اغلب المهمات، ماني موضحت لكم، احس شويه خصوصيه فمسيه شويه تشويش هنا. الحمد لله يا رب، يعني مره مبسوطه اذا انتهى يومي يوم انجزه، مو دائما انجز، مرات اكون شوي كسلانه بس الحمد لله اليوم انجاز. يمكن عشان اصور فلوق ابين لكم اني تراني سنعه، تراني استغل وقتي. ما تدرون. واخيرا قبل انهي هذا الفلوق اكتبوا لي تعليق اذا انتم حابين الفيديو، اي تعليقات حلوه ترى اقراها كلها، واعطيكم لايكات اذا عندكم سؤال، عندكم شيء اجاوبكم ان شاء الله. لا تنسون اللايك، واذا انتم جدد على القناه اشتركوا بقناتي، ترى انزل تقريبا اسبوعيا. اشوفكم ان شاء الله بفيديو ثاني ان شاء الله، سوداتكم الله ومع السلامه.